ملي كيكون لاميناجمون ديال طون سكولير باش تقول للوليد عندك مثلا من الصباح تقرا وفي العشيه دير الرياضه ولا دير تمارس الرياضه ديالك، كتصيفط واحد الميساج حتى للاباء ديالو بان الرياضه عندها اهميه. صحيح. لان دابا كاين بزاف ديال الاباء كيقولوا لولادهم ما عندك ما دير بالرياضه. لا بالعكس، ولات الصوره مقلوبه سي حسن. دابا بالعكس الاباء ولاو عارفين القيمه ديال الرياضه، الكرة. ولكن ربما. الكرة ولكن ما لاقينش الفضاءات مثلا غير كرة القدم، ولو انه ما كيلقاش الفضاءات فين هذاك الطفل انه غادي يمارس الرياضة. فهو اشكال، علاش قلت لك اشكال عميق جدا، باش حنا على الاقل نلقاو حل، او على الاقل تكون رؤية في ارتباط بالدور ديالك انت كمدير تقني، بالارتباط ايضا باللجنة الاولمبية، بارتباط بهذا المركز الاولمبي الذي نحن ايضا في حاجة ماسة اليه بالنسبة للرياضة المغربية، لان ايضا حتى الصورة ديال المغرب يعني وهذا المسار كبير وهذا ارتباط كبير بالالعاب الاولمبية، وما يكونش عندك يعني مركز اولمبي لصناعة الابطال. حنا هذه السنوات حنا كنتكلموا على مشروع صناعة بطل اولمبي وكيفاش ممكن يدار. فايضا كاين واحد الاشكال اخر هو تعدد المتدخلين. دابا انت مثلا مدير تقني ديال اللجنه الاولمبيه الوطنيه، عشان زعما يعني غتقابلهم بالبلوتوث، فلو كان مركز اولمبي على الاقل كيكون هذاك الجانب ديال القرب. صحيح. هذا الجانب الاول، العلاقه ايضا مع الجامعات وايضا السلطه ديال اللجنه الاولمبيه، لان اليوم ايضا حتى هذا الجانب خصنا رؤيه ونكونوا يعني صراحة. هل اليوم المنظومه القانونيه واش كتعطي اللجنه الاولمبيه كامل الاشراف مثلا على الرياضه المغربيه؟ ما كتعطيهاش. تقدر انت تمشي عند الجامعه تعطيها الاشراف على المشاركه في الالعاب الاولمبيه وتنظيم المشاركه على التنظيم. هذا هو اذا خاصنا هذا الاشكال نخرجوا منه، يا اما نشوفوا واحد الجهاز اللي غيسير لنا الرياضه، يا اما نعطيوها للجنه الاولمبيه ونعطيوها الصلاحيات ونعطيوها السلطه الحقيقيه باش انها تشرف على الرياضه المغربيه. دابا اليوم تمشي كتمشي للقانون كتلقى انه وزاره الشباب والرياضه راه هي المسؤوله على اعداد الابطال. تكلمنا على هذه النقطه يعني في اثرنا غير مقبول يعني قبل كل مره قبل كل هذاك ضروري غتلقى واحد واجتماعات وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه ورصدت كل الجهود الممكنه والى ذلك. شي كلام كامل بالنسبه للمغاربه المرافقه الطبيه وما الى ذلك، وكينتظر النتيجه. هو العنوان ديالو البارز هو النتيجه الرياضيه، وعلى ضوء غيحكم واش يعني الامور تبشر بخير او لا. بالتالي خاص النقاش وخاص الحلول في هذا الاتجاه. كيفاش هادشي ماسوه؟ كيفاش نتوما تكون عندكم يعني السلطه الكامله على الرياضه المغربيه او واحد الجهاز اخر؟ والا غنبقاو هذا الكلام نقدروا اربع سنوات اخرى نقدروا نلقاو راسنا كنهضروا في نفس الكلام الا ما كانتش اراده حقيقيه للاصلاح. فعلا الا ما حسناش بعض النقاط راه غادي نبقاو في بلاصتنا. هذه كاينه، انا نقدر نمشي معك بعيد. اللي خصنا في الرياضه المغربيه خصنا ان ليدرشيب، ان ليدرشيب كي اللي كيعطينا واحد الرؤيه واضحه اللي فين باغي نمشيو بالرياضه بالمستوى العالي او الديفلوبمون ديال لو سبور. هذه ضروريه منها، وفعلا انا متفق معاك خاص يكون واحد الجهاز اللي يكون واخذ هذا ليدرشيب، اللي يكون عنده هذه السلطه اللي غادي يعطينا هذه الرؤيه وغادي يعطي لا في دو غوت باش نخدموا على باش تخرج من التوقعات. نحاولوا سيدي حسن اننا نرجعوا نفوسنا ونرجعوا معنا المشاهدين الى ما ينتظر الرياضه الوطنيه الى الاختبار الاولمبي. ذلك اللي نديروه السي بدر الدين مباشره بعد هذا طيب الفاصل. بعد الفاصل تعود الينا، لان كنا تكلمنا في العدد السابق اللي كنا استقبلنا فيه السي حسن حول يعني المنظومه يعني كلها، وربما الدور اللي انا شخصيا كنظن ان اللي خص يعني اللجنه الاولمبيه تطلع به، لان اليوم النماذج يعني كاينين في العالم كامل ان تكون هي المسؤوله، واللي كتعطيها هذيك المسؤوليه كتعطيها كذلك لو بوفوار باش تطبق السياسات ديالها. اما هي اليوم يعني اللجنه الاولمبيه راها في الدور المحدد لها في القانون، ما يمكنناش، لان ربما البعض يجي يقول لك لا راه جبنا 7 ميداليات جبنا 6 ميداليات. صحيح المسؤوليه ديال اللجنه الاولمبيه ما كتكونش يعني في نفس مستوى ربما المسؤوليه ديال الجامعه المسؤوله على والوزاره الرياضه والوزاره كذلك، لان الوزاره هي المؤول للرياضه المغربيه. خليكم معنا اصدقائي.